الوضعية الوبائية ديال هذا العام وديال الكورونا اللي جات بعد العيد هي تقريبا نفس الوضعية اللي كانت العام الفات بعد العيد. كان كثروا عدد الإصابات بطريقة مهولة، حتى أنه استعملنا واحد المستشفيات اللي كانت مخصصة غير مخصصة، وكنا درنا خيام في المعرض باش نديروا فيها مستشفيات متحولة وهكذا متنقلة. المفيد الشيء اللي وقع في هذا العام هو أن جوج حوايج. الحاجة الأولى هو كون كاين فيروس اللي هو دلتا، اللي هي متحور دلتا، اللي هو خطير بزاف. مش خطير في هو خطير في الانتشار ديالو، ولكن سي نورمال وقت اللي تقول انتشر اكثر سي نورمال غادي يصيب ناس اكثر، وسي نورمال غادي الحالات الوبائية والوفيات غتكون اكثر. هو على متحور دلتا اخطر بزاف من الكورونا فيروس كنعرفوه، ونعرفوا على ان كانت متحورات كثيره، ما كاينش على دلتا، كاين واحد متحور ديال الانجليز، كاين متحور ديال جنوب افريقيا، كاين متحور، فهمتي؟ ودابا هذا المتحور جا خاصه بزاف الناس اللي ما دايرينش الفاكسان وما دايرينش ما كيديروش الاحتياطات. علاش الناس ما ديرش حاجه؟ بحكم اولا فتره طويله، بحكم ثانيا الصيف الناس كتعيا من الكمامه الحراره، بحكم ثالثا الناس قالت راه دينا الفاكسان في اغلبيه الناس راه ما ملقحاش، ولكن ملقحه، ولكن هذا ما يمنعش ان باقي عندنا نسبه كبيره من الناس اللي ما ملقحينش. وخاص بغيت نقول لك واحد الحاجه، وهو ان هذيك الاعداد اللي كيقولوا فيها في الراديو والتلفزه راهي قليله بزاف على الحالات الحقيقيه. احنا كاطباء كيجونا ناس مراض بكورونا فيروس وكنكتبوا لهم الدواء وكيرجعوا ديورهم، وفما بزاف الناس اللي جاتوا كورونا فيروس وما حسش بها. اذا تقريبا انا كنقول على انه كاين على كل واحد يدخل الاحصاء راه كاين 20 واحد جاتهم كورونا فيروس وما عملوش تيست. انا شحال لو تسول بزاف ناس غتلقى واحد يقول لك اي انا مراتي دارت كورونا، مشيت نشوف لقيت راسي راني دايرها قبل ودازت فيا قبل وراني ما حسيتش بها. سبب الوفيات هو المتحور اللي خطير، وسبب الوفيات كثرة الناس المصابة، والسبب هي ان الناس اللي كاين بزاف الناس باقي ما داروش الجلبة، والسبب الاخير الا وهو ان هذا الناس اللي اغلبية مثلا عنده الحساسية، عنده الضيقة، عنده برشا من الناس ما بغاوش يديروا الفاكسان ولا ما قدوش يديروا الفاكسان لسبب او اخر، هم المصابين بالدرجه الاولى. معروف على ان الامراض المزمنه كتضعف من حالات الوفاه، فهمتي؟ وكتضعف بزاف مش شويه. مثلا الانسان اللي فيه السكر عنده ليميتي تاعته ضعيفه كبيره، عنده طونسيون، عنده تجي لا فيفر كتزيد تطلع عليه طونسيون، اذا كتنزاد مشاكل اخرى على مشاكل الكورونا فيروس موجوده. كيكون لا الكورونا فيروس هو المسؤول على الوفاه، ولكن هذاك الكورونا كيزيد يضعف الحاله. مثلا انسان ديابيتيك اللي هو عنده مثلا مشاكل في القلب، مشاكل سي نورمال باش وقت تجي كورونا فيروس ما يقدرش تحمل بحال الانسان اللي هو سليم. وانسان اللي عنده طونسيون حتى هو ما يقدرش تحمل، تطلع درجه الحراره بزاف، وبالتالي يقدر يموت بالكورونا ويموت بالمضاعفات ديال المرض ديالو. خاص تعزيز اللقاحات، خاص تكون بسرعه
قوية، فهمتي؟ فمثلا في بعض البلدان ولات الفارماسيان، فالفارماسيان تمشي تاخذ الجرعة تاعتك. لو كان مثلا الفاكسان كتعطى في الفارماسي وكتعطى ربما حتى في العيادة الخاصة، ولكن العيادة الخاصة ما اعتقدش لأن ما عندهاش إمكانيات ديال لي فريغو موان 60 ديغري وهذا المجرة، ولكن لو كانت تعطى في الفارماسيات 100% راه كورونا وصلنا دابا رانا فاكسينا الشعب كامل. باش نقدروا نتحكموا في نقصوا منها عدد الوفيات، في عدد الوفيات خص وسائل اولا الحمايه، البافيات، غسل اليد، التباعد الجسدي، خص الناس ديال الجلبه في اقرب وقت ممكن، خص الناس تعرف على انه راه هذا الفيروس راه ماهوش سهل، وتحط في راسها على ان كل واحد دابا سليم راه يقدر يكون ماهوش سليم وغادي يهز هذيك الفيروس لعائلته. ومعروف على ان اي حاله مرضيه الا وعندها واحد النسبه من عدم على مال السكر، ما كمرضوش مثلا بالبرغليسيمي ولا كتيح لهم السكر عادي لزت عدد السكر، اما التونسيون معروف على ان التونسيون يقدر يعمل ايموراجي سيربرال، يقدر يعمل ان بروبليم كاردياك، فما بالك اذا زدت الكورونا. الانسان المريض بالقلب عنده ضغط قلب مقداش ولا عنده بروبلم دانفراكسيوس اللي هو ستابل، معروف على انه الا زدتي الكورونا غادي حالته تزيد تدهور، وهذا هو مجرد يعني شنو كيساهم في عدد الوفيات. هذا من سبب من الاسباب، اما السبب الرئيسي ديال عدد الوفيات هي الكورونا، ولكن حتى لو كما كانش كورونا كاين الناس اللي عدد امراض السكر غادي يمرضوا، كاين ديزيبرتون غادي، كاين دي كاردياك غادي يمرضوا، كاين. ولكن لا بغينا نقدوا هذاك الشيء، خاصنا الفاكسا وخاصنا الموان دو بروتيكسيون. لا مزيان هذه حاجه مزيانه، اغلبيه الناس اللي داروا الفاكسا عاد جاتهم كورونا ولكن جاتهم خفيفه، كتبقى له يوم يومين وكتجي. احنا عرفنا على ان هذا المتحور دلتا راه خطير اكثر من الشيء الاخر، اكثر من الكورونا فيروس اللي كانت قبل، ولكن هذا ما يمنعش على ان لو كان ما كانش التلقيح كون ما اعداد تكون مهوله، تكون اللي طايح اكثر من اللي نايف، يخفف شويه لان الانسان ديجا دار واحد المناعه صحيح ما دارهاش الفيروس الدلتا، ولكن كاين دي كومبوزون اللي كاين في الدلتا وكاين في الكورونا فيروس العادي، وبالتالي الجسم وقت اللي يجي كي يقدر يدافع ضد لي كومبوزون العاديين وبما فيهم اللي داخلين في الدلتا. ونتمنى على ان يبقى الله حامينا، لان الا مشى حتى جا شي انوتر فيروس الدلتا هذا يقدر يتغير ويجي الكورونا فيروس راه بحال والو، حتى الفاكسان موجودين دابا ما بقاش قضيه فيه. بالله عليك انسان ديابيتيك ولا هيبرتوندو جا دار الفاكسان جاتو كورونا فيروس، ها الحالة دياتو غتأزم ولا ما غاديش تأزم؟ دلتا غتأزم، دخل ليزيرجونس ديال ريانيماسيون ويقدر في الريانيماسيون يقدر يموت بالمضاعفات ديال المرض ديالو. هذا ما يمنعش على انه ما تنساش حاجه اخرى، على ان احنا ذاك الكورونا فيروس راه ما كاين حتى فاكسان كيحمي بنادم 100%، كما مثلا يقدر يحمينا 80% 90% 95%، ولكن كاين الناس اللي ما غاديش يقدر يحميهم. حاجة عادية سيرتو خاصة احنا جا في فترة العيد وما خدرناش وسائل الحماية كما ينبغي، وكان الاحتكاكات بطريقة مهولة، وبالتالي راه النتائج كنشوفها دابا. اللهم يدير شوية، وإلا كان الموت جاية بالفاكسا يعني يكون واثق على انه راه غتجيب كورونا. احنا فما بعض الناس اللي صحيح ما خصهاش يدير لهم الفاكسان وهم عارفين روسهم، وحنا عارفين الناس اللي عندهم الحساسيه بعض، ولكن هذوك الناس يخصهم ياخذوا وسائل الحمايه، لان هذاك السيد اللي عنده الحساسيه راه الا جات كورونا راه تكون مضاعف عليه بالنسبه فيما يخص اعراض اللقاح من الصهد من بعض مشاكل اخرى. هذه حاجه عاديه، اي حاجه كتدخل الجسم الا وكتخلق ردة فعل،
الجسم عنده خلايا ديالو اللي كيرضوا، وبالتالي كتشوف ارتفاع الحرارة عند بعض الناس مش عند الناس كاملين. وهذا الشيء ما يمنعش على أننا لو خصنا ندير هذا الشيء. فما بحث الحاجة عند بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الدم تخثر ديال الدم، هذوك خاصو وقت ديال اللقاح تاعو خاصو يبقى يتبع، يدير مثلا خطرة في السمانة يدير تحليل باش يشوف الدم تخثر الدم ديالو في الواصل، ويحاول لها باش إلا كان غادي الدم ديالو يخرج مشكل في التخثر الدم نعرفوه يعرفوا مسبقا وياخذ الزونتيكواجيلون. فيما يخص اللي ملقح باغي يحيد الضرسة يحيدها، يا با بروبليم، ما عنده حتى على إلا كان مريض عنده تخثر في الدم يعمل تحليل ديالته، وراه خاص الدم ديالو عنده واحد فالور معينه خاص لاكواغريسون تكون بيناتها وما عندوش منش يخاف.